بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في معهد آيس للدراسات والحلول التعليمية. سوف نتحدث أيضا الآن عن أساسيات إدارة الأعمال المحاضرة الثانية والتي تم إعدادها من قبل أنا الدكتور عبد العزيز حسين وزميلي الدكتور عادل العبيدي. سوف نبدأ بمفاهيم أساسية في الإدارة. هناك كان جدل كبير في مختصي إدارة على يعني على مراحل التاريخ، هل الإدارة فن أم علم؟ الحقيقة هي علم وفن، لأن هناك في مبادئ إدارية علمية وفي مهارات فنية. عندما نستخدم مصطلح الإدارة باللغة الإنجليزية واللغة العربية، فنقصد بمصطلح الإدارة أي معنى المدير أو المديرة، المانجر أو الجوب، مدير كصفة كتوصيف وظيفي، المدير الإداري وهو شخص يؤدي عمله بواسطة آخرين. تأتي الإدارة بمعنى الدائرة، تأتي الإدارة بمعنى الجهاز أو النظام الإداري، تأتي الإدارة بمعنى الفعاليات والمسؤوليات الإدارية اللي هي الأكتيفيتي والفانكشنز، تأتي الإدارة بمعنى علم الإدارة واللي تحدثنا عنه في مقطع الصوت السابق. مجالات الإدارة، عندنا الإدارة في القطاع العام ويسمى بالقطاع الأول، وهي المؤسسات الحكومية والمصالح الحكومية والوزارات الحكومية. القطاع الثاني أو القطاع الخاص وهو القطاع الربحي ويشمل الصناعة والزراعة وما إلى ذلك، الذي يهدف إلى تحقيق الربح من المشروعات الاستثمارية والمؤسسات الربحية، سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة أو قطاع مختلط. القطاع الثالث ويسمى في الإدارة في المنظمات غير الحكومية الأهلية، أو القطاع الثالث يسمى عندنا في اليمن بالقطاع الغير الحكومي أو الجمعيات والتعاونيات أو الجمعيات الأهلية ولديها قانون خاص بها. سوف نتحدث الآن عن الأبعاد الأساسية والاختلافات الأساسية بين المنظمات من ناحية التأثير على عمليات إدارتها. فهناك وفق مبدأ الرسمية يمكن تصفية مؤسسات رسمية ومؤسسات غير رسمية. وفق مبدأ الملكية فنقول منظمات حكومية ملك الشعب، منظمات خاصة ملك جماعة من الأشخاص أو أفراد أو تشارك تضامني أو أحزاب أو إلى آخر ذلك، منظمات دولية تتبع المجتمع الدولي. وفقا للغرض من إقامة المنظمة نقول منظمات ربحية ومنظمات غير ربحية وتعاونيات. ويمكن من ناحية النشاط نسميها منظمات اقتصادية ومنظمات غير اقتصادية. المنظمات الاقتصادية التي تقوم بأدوار النشاطات الاقتصادية كالبيع والشراء والتصنيع وتقديم الخدمات، والمنظمات الغير الاقتصادية كالمنظمات الأهلية الدينية والتربوية والاجتماعية والتنموية والإغاثية وما إلى ذلك. المنظمات ذات التأثير من ناحية الحجم نقول شركات صغيرة ومتوسط الحجم وكبيرة وعملاقة. من ناحية الانتشار يمكن تسميها بمنظمات محلية ومنظمات دولية ومنظمات متعددة الجنسيات ومنظمات عالمية. من ناحية الاستقلالية يمكن منظمة مستقلة ومنظمة تابعة. فالمنظمات المستقلة لا تكون حكومية ولا تابعة لجهة معينة، والمنظمات التابعة قد تكون حكومية وقد تكون خاصة وقد يكون قطاع مختلط. لابد أن نميز ما بين كلمة المانجمنت باللغة الإنجليزية والأدمنستريشن، أي والذي ترجمها باللغة العربية بمعنى الإدارة. فكلمة أدمنستريشن هي تستخدم للأعمال الإدارية كالشؤون الإدارية والموارد البشرية، لكن إدارة كلمة مانجمنت فهي معنى عام يشمل كل ما فيه من إدارة، كإدارة القطاع الأول والثاني أو الثالث. وكلمة administration هي جزء من أو فرع من فروع المانجمنت. بهذا يكون خلصنا الأساسيات الإدارة في المحاضرة الثانية. نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.